أهلا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، طابت أوقاتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أهل الرياضة للتفاعل مع أهل الرياضة. زوروا صفحة البرنامج في الفيسبوك أهل الرياضة، حلقة مميزة ومتنوعة إن شاء الله تعالى. لدينا العديد من المواضيع والتقارير المهمة، لدينا تغطية لمشاركة منتخب الشباب في تصفيات كأس آسيا الذي أسعدنا بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في أوزبكستان العام المقبل. أيضا لدينا نقاش حول أسباب تميز مواهبنا في المراحل السنية وتعثرها حين تصل إلى المنتخب الوطني الأول. أيضا لدينا تغطية لخبر عدول منتخبات السعودية والإمارات والبحرين عن مقاطعة خليجي 24. فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد، والبداية من خلال شرح الصحف الرياضية، أهم عناوين بعض الصحف والمواقع الرياضية من خلال التقرير التالي. شرح الصحف الرياضية والبداية من موقع يمن اتحادي. رسميا تعديل موعد خليجي 24. تقرر تعديل موعد البطولة لتقام خلال الفترة من 26 نوفمبر تشرين الثاني الجاري وحتى 8 ديسمبر كانون الثاني المقبل، بسبب ارتباط الهلال السعودي بخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني. من الرياض نت، السعودية تستضيف رسميا كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مكان إقامة بطولة كأس السوبر 2019 بنظامها الجديد في الفترة من 8 حتى 12 كانون الثاني 2020، بمشاركة كل من برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا. وستقام البطولة المحلية في المملكة العربية السعودية عوضا عن قطر التي كانت تسعى للتنظيم لمدة 3 سنوات مقبلة في ملعب الملك عبدالله بمبلغ 40 مليون يورو، ولكن وفقا لشروط خاصة وضعها رئيس الاتحاد الإسباني. من صحيفة الأيام نقرأ خليجي 24، السعودية والإمارات والبحرين تقرر المشاركة على أرض قطر. موقع استاد الكأس، اتحاد كأس الخليج العربي يجتمع لإعادة نظام المجموعات بخليجي 24. من موقع يمن سبورت، الكشف عن الشرط التعجيزي المثير لإقامة السوبر الإسباني على الأراضي السعودية. وبحسب صحيفة ديبورتيفو الإسبانية، ستتمكن النساء من دخول أي جزء من الملعب خلال مباريات السوبر الإسباني، كما ستطلق مسابقات لكرة القدم النسائية في المملكة. أخيرا من موقع كرة، شوقي غريب، غيرت طريقة اللعب ضد غانا ولا أعبأ بالانتقادات. قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري إن تأهل الفراعنة لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما أمر رائع، لكنه لم يحقق الهدف بعد وهو الصعود للأولمبياد. عقب تأهل منتخب الشباب لنهائيات كأس آسيا، عبر المدرب الوطني المعروف الكابتن محمد سالم الزريقي عن مشاعره بهذا التأهل بكلمات رائعة كشفت جانب من جوانب مواهبه المتعددة، فكتب: ليست المرة الأولى التي تتأهل فيها منتخبات الشباب والناشئين إلى نهائيات آسيا، لكننا يجب أن نقف لحظة لتحليل وتقييم هذه الظاهرة المميزة التي تعبر عن قيمة النشء والشباب اليمني تحت ضغوط المرحلة التي تمر بها اليمن منذ 5 سنوات تقريبا. فماذا يعني تأهل منتخبات الناشئين والشباب في ظل توقف النشاط الكروي المنتظم؟ وكيف استطاع المدربين واللاعبين أن يرسموا الفرحة في زمن هو الأسوأ لليمن من الناحية الاقتصادية والرياضية؟ ماذا يعني أن تخوض معسكرا داخليا لمدة شهر وتسافر برا إلى المملكة العربية السعودية وتلعب ودية دولية واحدة ثم تتأهل في أرض قطر بمنتخبي الشباب والناشئين؟ لن أتطرق للأمور الفنية، ولكن دعونا نركز على الأمور النفسية والذهنية للاعبين والجهاز الفني. وهنا نستطيع أن نقول أن من يتحمل مثل هكذا الظروف ويتأهل فإنه يمتلك من الصفات الإرادية والثبات الانفعالي وروح المسؤولية وقوة الشخصية ما لا يمتلكه سوى. لكم أن تفخروا بلاعبيكم وأجهزتكم الفنية الوطنية،
وكل من ساهم في إبقاء اليمن على خارطة الكرة الآسيوية بين منتخبات تصرف عليها الملايين وتجهز بأفضل الأدوات وبأجهزة فنية أجنبية لها اسم وقيمة في الساحة الدولية. تلعبون خارج أراضيكم وكأنكم في وسط صنعاء، ولا تهابون المنافس أي روح تملكون. أيضا من بين أهم عناوين الصحافة الرياضية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين خبر مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في خليج 24 بعد إعلان مقاطعتهم للبطولة في وقت سابق. الشارع الرياضي الخليجي والعربي ما زال مندهشا من هذا الخبر السعيد، وهو إقامة بطولة كأس الخليج في الدوحة بكل منتخباتها وأيضا بكل نجومها كما تعودنا في السنوات الماضية. اليوم تم إعادة قرعة خليجي 24 بنظام المجموعتين بعد أن كانت قد أقرت البطولة بنظام الكل مع الكل، ويقال أن لسلطنة عمان الشقيقة دورا كبيرا ومميزا في هذا التقارب الذي سوف يرفع من مستوى الفني للبطولة بلا شك. عموما معي من الدوحة الأستاذ علي صلات رئيس اللجنة الإعلامية لاتحاد كأس الخليج العربي. أستاذ علي مساء الخير. مساء النور أستاذ علي، إلى أين وصلت تحضيرات بطولة خليجي 24 حتى الآن؟ أتوقع أن البطولة الآن أخذت منحنى آخر بمشاركة منتخبات في هذه البطولة. اليوم إن شاء الله راح تقام قرعة بطولة خليجي 24 للمرة الثانية بعد ما تأكدت مشاركة المنتخبات الثمانية، فبالتالي الإثارة راح تكون متواصلة. طبعا راح يتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين ومن ثم القرعة بشكلها حسب تصنيف الاتحاد الدولي الأخير. الشارع الرياضي الخليجي وحتى العربي مندهش للتغير الذي وهو تغير إيجابي طبعا على موقف اتحادات السعودية والإمارات والبحرين، ما الذي حدث بالضبط؟ يعني هل هو بداية لتقارب رياضي خليجي خليجي كما عهدناه سابقا؟ طبعا اللي صار هناك طلب من الاتحادات في مشاركة اخوانهم الأشقاء في هذه النسخة، وكل تأكيد المكتب التنفيذي درس هذا الموضوع وأكيد رحب بهاي الخطوة، لأن في النهاية بطولة خليج ولدت وتستمر ومن خلالها وتأكد من خلالها على اللحمة الخليجية لأبناء المنطقة. لا ننسى أن الفضل كبير لبطولة كأس الخليج اللي ما وصلت إليه منتخباتنا العربية سواء في البطولات العالمية أو حتى استضافة حدث كبير مثل نهايات كأس العالم 2022. يعني بعض التسريبات تحدثت عن ضغوط من الفيفا أو وساطات عمانية للتقريب بين يعني قطر والاتحادات التي قاطعت المشاركة في وقت سابق. لا، ما في شيء من هذا القبيل. أتوقع أن أستاذ أو دكتور جاسم مشكيلي بين هذه النقطة أنه قام بزيارات للاتحادات، البعض رد والبعض لم يرد، ولكن في النهاية لله الحمد أن تمت الاستجابة في الأمتار الأخيرة واكتمل عقد المنتخبات الثمانية المشاركة. فبالتالي الآن إن شاء الله هذه خطوة إيجابية. في النهاية إحنا يعني الرياضة تجمع لا تفرق، أكيد أكيد المنطقة، وإن شاء الله هذه خطوة إيجابية للأمام. بالتأكيد بالتأكيد. أستاذ علي، يدخل المنتخب القطري أو النادي القطري هذه البطولة بصفته حاملا لكأس آسيا، يعني ما هي طموحات المنتخب القطري في خليجي 24؟ أتوقع بما أن هي بطولة تقام في الدوحة، أولا كلجنة منظمة إحنا نتمنى أن تكون هذه البطولة بطولة استثنائية كما جرت العادة أن بطولات الدوحة دائما ما تكون بطولات استثنائية، وإن شاء الله راح يكون امتداد للبطولات السابقة. أما فيما يخص المنتخب الوطني فأتوقع أن بكل تأكيد كون حامل اللقب أو حامل لقب في أساسه فكل الأنظار راح تكون متوجهة لهذا المنتخب. أكيد في النهاية بطولات الخليج لا تخضع لمقياس معين، بطولات الخليج كلها تربيات خليجية، كتب مفتوحة لجميع المنتخبات،
ولكن بكل تأكيد هدفنا أن احنا نظهر بشكل جيد. هدفنا أن أكيد ما في منتخب ما يسمح أن يكون بطل لهذه البطولة، فبالتالي أكيد راح نسعى لأن نكون أبطال هذه البطولة وإن شاء الله نظهر بشكل جيد. الأستاذ علي الصلات رئيس اللجنة الإعلامية لكأس الخليج العربي، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. طبعا هناك مقترحات كثيرة للتعاطي مع قرار مشاركة هذه المنتخبات، لكن تم الاستقرار على ما يبدو على تأجيل البطولة إلى 26 من شهر نوفمبر الجاري بدلا عن 24 اللي كان مقر في وقت سابق، نظرا لارتباط الهلال السعودي في كأس آسيا. الاتحادات الثلاثة السعودي والإماراتي والبحريني أعلنت مشاركتها في البطولة بعد تجديد الدعوة لها من قبل اللجنة المنظمة لكأس الخليج. تقريبا كانت كل الأمور التنظيمية قد جهزت لاستضافة البطولة بإمكانيات كبيرة. نشاهد فقط لقطات لحافلة منتخبنا الوطني والتي ستنقل لاعبي المنتخب من وإلى ملاعب المباراة والتدريب، نتابع. من أبرز اللاعبين الغائبين عن صفوف المنتخب الوطني الأول في مباراة مساء اليوم أمام المنتخب الفلسطيني كان نجم خط المنتصف اللاعب أحمد الحيفي الذي يعيش أفضل حالاته الفنية مع ناديه النهضة العماني، حيث كرم قبل أيام مع زميله عبد الواسع المطري نظرا للمستويات الكبيرة اللذان يقدمانها مع هذا النادي. نتابع لقطات للحيفي مع ناديه النهضة العماني، ثم سنحاول الاتصال بالنجم أحمد الحيفي. عموما معي من مسقط نجم منتخبنا الوطني الكابتن أحمد الحيفي. كابتن أحمد مساء الخير. مساء النور أستاذ أحمد، حياك. كابتن أحمد، تعيش أفضل حالتك مع ناديك النهضة، لكن الحيفي خارج اختيارات الجهاز الفني بقيادة الكابتن سامي النعاش. والله خلال هذه الفترة أستاذ أحمد يعني صحيح مثل ما قلت يعني هي تجربة ناجحة جدا مع النهضة العماني. في الفترة السابقة كنت في إصابة والحمد لله تعافيت منها من 3 أسابيع. أما بالنسبة لمباراة اليوم والمباراة القادمة مع سنغافورة، هذا وجهة نظر مدرب وأحترمها جدا. كابتن أحمد، يعني حدث دروب في مباراة أوزبكستان بعد عروض ممتازة للمنتخب أمام السعودية وسنغافورة. طبعاً إحنا بنسجل حلقة اليوم للتنويه فقط. حدث للمنتخب. للتنويه فقط للسادة المشاهدين إنه تسجيل البرنامج قبل مباراة اليوم اللي حتقام في المساء، وإن شاء الله الحلقة القادمة سيكون هناك تغطية مميزة لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الفلسطيني في التصفيات المزدوجة. كابتن أحمد، الفرق بين الاحتراف بين في الدوري القطري والدوري العماني؟ الصراحة هناك فرق كبير، يعني في الدوحة ما شاء الله يعني الناس سابقين المناطق المجاورة فترات زمنية، يعني نعم، من المنشآت وغيرها والتعامل والاحتراف يعني مطبق على أكمل وجه. بالنسبة لعمان يعتبر ما شاء الله يعني نوعا ما كويس، ولكن بصراحة ليس نفس الدوحة. الدوحة يعتبر دوري قوي وتواجد نجوم عالميين، دوري واحتكاك قوي. السنتين الذي قضيناها هناك أعتقد أنها
يعني كان لها أثر إيجابي على مستوى اللاعبين الذي احتكوا في الدوري القطري، وإن شاء الله يعني يكون في فرصة للمنتخب الوطني إن شاء الله يتأهل إلى نهائيات آسيا ويقدموا مستوى كبير. واعتقدنا اللاعب اليمني باستطاعته أنه يكون لاعب محترف أجنبي ليس يعني كقرار من الاتحاد القطري الذي قدموه، ولكن إذا استمر العطاء في المنتخب الأول والتطور إن شاء الله وتمثيل المنتخب في نهائيات آسيا لفترات طويلة، أعتقد أن اللاعبين اليمنيين سيستطيعون أن يكونوا لاعبين أجانب في أي دوري مجاور. يعني كابتن أحمد، يعني البعض يطرح في الشارع الرياضي اليمني بيقول يعني ارتفع عدد اللاعبين اليمنيين المحترفين في بعض الدوريات الخليجية وحتى مثل تجربة أحمد السروري اللي في نادي بلجيكي، لكن الأثر ما زال مفقود يعني في الـ على أداء المنتخب الوطني الأول. أسباب هذا الأمر والله بصراحة يا أستاذ أحمد، يعني أنا من وجهة نظري متواضعة أنه الدوري اليمني لو يرجع يعني بصورة منتظمة بيكون المنتخب غير، يعني جت فترة كان الدوري بدأ يتطور في الفترات الأخيرة قبل التوقف. لو كان هذا الفترة التطور هذا مع احتراف العدد الكبير من اللاعبين أعتقد كان سيكون أثر يعني سريع. تقصد يكون في محترفين في الخارج والدوري أيضا يكون مشتعل في 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 الداخل لضخ مواهب جديدة للمنتخبات؟ نعم هذا الذي أقصده، أنه إذا كان الدوري شغال والناس محترفين مع بعض بيكون المنتخب بصورة أقوى يعني. بس إن شاء الله أنه في القادم بالدوري التنشيطي وهذا إعادة النشاط أعتقد أنه متنفس الجميع على الجماهير الرياضية إن شاء الله بإعادة النشاط. عموما نتمنى المحترفين عليهم العاتق الكبير. عموما نتمنى التوفيق للكابتن أحمد الحيفي وبقية اللاعبين في الدوريات الخليجية لتقديم مستوى مشرف لكرة القدم اليمنية. الكابتن أحمد الحيفي شكرا لك. أيضا كان هناك خبر مهاجم المنتخب الوطني سابقا الكابتن أحمد ضبعان كان قد أجرى عملية جراحية إثر إصابة تعرض لها، نتمنى له السلامة ليعود قريبا لملاعب كرة القدم اليمنية وأيضا للعطاء مع المنتخب الوطني الأول. أهلا بكم مجددا. حذى منتخبنا الوطني للشباب حذو منتخب الناشئين بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في العام المقبل في أوزبكستان. السؤال الذي يفرض نفسه، ما أسباب تميز منتخبتنا السنية مقارنة بالمنتخب الوطني الأول، وكيف نحافظ على هذه المواهب التي تقارع أفضل منتخبات القارة وتختفي فيما بعد؟ للإجابة على هذه الأسئلة رحبوا معي بنجم نادي التلال سابقا الكابتن باسل عثمان. سنحاول أيضا الاتصال بالكابتن أمين سنيني والكابتن إيهاب النزيلي نجم المنتخب الوطني سابقا. قبل أن نبدأ نقاشنا سنذهب لمشاهدة التقرير التالي ثم نعود، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. حذى منتخبنا الوطني للشباب حذو منتخب الناشئين في التواجد مع كبار آسيا العام المقبل في تشقند عندما أجبر نظيره القطري المتصدر على التعادل إيجابيا بهدف لمثله بعد أن فرط بفوز مستحق كان في متناوله خاصة في شوط المباراة الثاني، ليتأهل المنتخبان عن المجموعة الثانية وتثبت كرة القدم اليمنية أنها حبلى بالمواهب الكروية. ولم تكن المباراة سهلة أمام المنتخب القطري الذي كان يكفيه تعادل بخلاف منتخبنا الذي بحث عن الفوز ولا شيء سوى، فدخل لاعبونا بقيادة الأمين المباراة بخلاف المباراتين السابقتين بتركيز دفاعي لتقليل خطورة مهاجمي المنتخب القطري الأعلى تهديفا في هذه المجموعة.
وبدأت المباراة في دقائقها الأولى من دون جس نبض وضياع فرص سهلة لمنتخبنا، خاصة في الدقيقة العاشرة حين أضاع المهاجم أحمد ماهر فرصة سهلة أهدرها بشكل غريب ليسددها بين أحضان حارس المنتخب القطري يوسف عبد الله، وكانت كفيلة برسم بداية مثالية لمنتخبنا للسيطرة على مقاليد المباراة. وقبل نهاية شوط المباراة الأول بثلاث دقائق حدث ما ليس متوقع، حيث نجح كابتن المنتخب القطري نايف الحضرمي في استغلال كرة ثابتة ليهدي العنابي القطري التقدم، وليخرج هذا الشوط بتقدم قطري عقد من سيناريو المباراة المتفائل من محبي منتخبنا الوطني وجهازه الفني. أنا سألت وهو تكفل بالإجابة، أنا طرحت السؤال وهو تكفل بالإجابة. الله الله الله. وكما يقال أن الشوط الثاني شوط المدربين، نجح أمين السنيني في قلب الطاولة على المنتخب القطري وإعادة التوازن للمباراة، حين نجح نجم المنتخب أحمد ماهر في إعادة كفة المباراة لمنتخبنا بتسجيل هدف التعادل لتميل الكفة إلى المنتخب الذي ضغط على المنتخب القطري في ملعبه. شوف التمريرة، شوف النقلة، وشوف التحرك، وشوف لمسة الهداف. المنتخب اليمني يعود للقاء ويعدل النتيجة. لتحدث الأخطاء من المنتخب القطري ويحصل منتخبنا على ركلة جزاء في الدقيقة 64، لم ينجح محمد الثلاية لترجمتها لهدف آخر يهدي صدارة هذه المجموعة لمنتخبنا الذي فرط في فوز في متناوله، لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي ضمن لمنتخبنا التواجد العام المقبل مع كبار آسيا، ولتسعد الجماهير اليمنية في الداخل والخارج بهذا التأهل المستحق. كابتن باسل، مبارك لنا التأهل، منتخب يتأهل في عز المعاناة، بلد في حرب وأيضا نقص إمكانيات، يقارع منتخبات تعد في أكاديميات عالمية وأيضا تتوفر لها ظروف إعداد مواتية. أولا نبارك لشعبنا اليمني هذه انتصارات لهذه المنتخبات التي أتت في ظروف نحن في أمس الحاجة لمثل هذه الانتصارات. وبالنسبة لما تكملة لما قلته أخي أحمد، طبعا تحس أنه اللاعبين بالذات في المراحل السنية هذه في معاناة الظروف الحالية ينفسوا عن ما في داخلهم في هذه المشاركات. ووفق ما يقول المثل أن المعاناة تولد الإبداع. كابتن باسل، هل هناك الآن يعني تولدت لدى المنتخبات السنية ثقافة الفوز مفقودة عند المنتخب الوطني الأول؟ طبعا بنسجل هذه الحلقة قبل لقاء المنتخب الذي نتمنى له أن يوفق اليوم أمام المنتخب الفلسطيني. هي حظوظ المنتخبات السنية دائما أكثر من حظوظ المنتخبات الأولى. المنتخبات الأولى دائما تمر بمراحل من الإعداد والتهيئة والتكوين، الذي هذا من الحاجات التي يفتقدها المنتخب اليمني، سواء في الإمكانيات المادية كاليمن أو من ناحية الظروف الحالية. عموما معنا قائد التأهل وصانع دائما فرحة الجماهير اليمنية الكابتن أمين من الدوحة. كابتن أمين مساء الخير، مبروك الإنجاز. مبروك الإنجاز للوطن ولك ولكرة القدم اليمنية. نعم، مبروك علينا جميعا، نهني أنفسنا ونهني شعبنا العظيم سواء الداخل والخارج، كل من كان في المنتخب كلهم ألف مبروك. كابتن أمين، سنبدأ من نقطة هي لحظة خروج منتخبنا خاسرا بهدف أمام منتخب قطر في الشوط الأول. ماذا قلت للاعبين في غرفة الملابس بين الشوطين؟
في الحقيقه هذه مباراه كانت طبعا بالنسبه لنا تعتبر مباراه حاسمه سواء كان لنا او المنتخب القطري، واعتبر ان الفريقين يعني كان عندهم 6 نقاط، واحنا ايضا تابعنا باقي نتائج المجموعات المتبقيه، وبالتالي كنا حريصين انه نخرج نتيجه ايجابيه في المباراه. الهدف اللي سجلت ورانا كان من ضربه يعني من كره ثابته يعني اكيد حرصنا انه نعد المباراه بشكل قوي، لانه الخساره كانت مثل خروج يعني بالنسبه لنا من التصفيات وفقدان فرص التاهل على اعتبار يمكن 3 أو 4 منتخبات كانت. ماذا قلت للاعبين كابتن امين؟ قلت لهم ما يتوجب ان اقوله بين الشوطين، يعني احنا لابد ان نعد المباراه، وهذه يعني اكيد اللاعبين استوعبوا كل الكلام، وبالتاكيد كان واضح جدا انهم نفذوا كل التعليمات، وكان الاعدام يعني نختلف تماما، وكنا قريبين جدا من الفوز نتيجه المباراه وطفت 3 نقاط لولا ضربه جزاء الضائعه. كابتن امين، النقاد الرياضيين العرب بيتسالوا لا دوري ولا اعداد المنتخبات اليمنيه كما ينبغي، مع ذلك المنتخبات اليمنيه السنيه بتقارع منتخبات بتعد في يعني ارقى المدارس الكرويه. بالتاكيد يعني وجود دوري كان ممكن يعني يزيد من يعني من جاهزيه وايجابيه يعني اداء لاعبينا سواء كان على مستوى الفئات العمريه وحتى على مستوى المنتخب الاول، لكن المعروف انه يعني اللاعب اليمني بطبيعه حاله لاعب يعني الموهبه حاضره دائما. الموهبه حاضره عفوا، الموهبه موهبه اللاعب اليمني اضافه للموهب يعني اضافه للموهبه يعني يحب التحدي وعنده روح حماسيه، كل حتى مش من الان من الفتره السابقه بيشوف حماس اللاعب اليمني ويعني قدرته على التعامل مع الاوضاع، يعني واعتقد ما حدث سواء مع الناشئين او الشباب ان شاء الله، وحتى مع المنتخب الاول في المباراه السابقه كان ايضا قدم مستويات نتائج يعني عالي. ان شاء الله نتمنى ان الامور يعني تعود الى سابق عدها ويعود الدوري وتعود الاجسام وتحسن مستوى المنتخبات في الدنيا سواء كان الاول او باقي الشباب. كابتن امين، بنتناقش انا وضيفي الكابتن باسل عثمان نجم التلال سابقا عن مسألة يعني كيف نوصل للفئات العمرية للمنتخب الأول كما ينبغي، ويعني تتواصل هذه الانتصارات من منتخب الناشئين للشباب للوطني، رأيك في هذا الأمر يعني كخبير فني في كرة القدم اليمنية؟ كيف ما سمعت السؤال؟ بتناقش مع ضيفي الكابتن باسل عثمان نجم التلال حول مسألة تواصل الانتصارات لأجيال كرة القدم اليمنية منتخب الناشئين الشباب الوطني، كيف نعمل على انه هذه الانتصارات يعني تتواصل حتى تصل للمنتخب الوطني الاول؟ بطبيعه الحال لابد ما يكون في دوري موجود، ايضا اعداد مباريات تجريبية، هذه كل الاشياء يعني تضمن ظهور المنتخبات او ظهور اللاعبين بشكل مشرف، انما في ظل الاوضاع الحاليه وتظل الامور معقده وتظل صعبه، احنا كما تعرف الجميع منتخبنا الشباب عديناه وجهزناه وحتى اختيار اللاعبين كانت في شهر ونص، يعني كان في تحدي كبير امامنا خلال الفتره هذه. وبالتالي اذا ما اردنا ان تكون النتائج مستقره على مستوى جميع الفئات العمريه سواء اول او فئات سنيه، لابد ان يعاد النظر في مسيره يعني اعاده التوزيع، حتى في ظل الاوضاع الحاليه ممكن ان يكون هناك نشاط على مستوى المحافظات كما حدث الان في خلال الدوري التنشيطي. ان شاء الله الفترة القادمة يعني يكون الاتحاد عنده رؤية واضحة وسياسية واضحة في كيفية يعني إعادة الحياة للملاعب الرياضية. أعتقد أنه قدمت الدوري قدمت خطة فنية لما بعد التأهل ل يعني اتحاد الكرة؟ احنا يعني طبعا يعني كان لنا جلسة يعني مع الدكتور حميد الشيلان يعني مع عمل الاتحاد والأخوان الموجودين معنا في بعثة المجموعة، وهناك افكار ورؤى يعني ان شاء الله يعني تتحدد ملامحها خلال الايام القادمه الفتره القادمه لما علمنا لما اعداد المنتخب للنهايات اللي حتكون ان شاء الله في نهايه 2020. الكابتن امين السنيني كنت معنا من الدوحه، شكرا جزيلا لك. كما قال الكابتن امين، كابتن باسل، الموهبه حاضره في كره القدم اليمنيه، لكن محتاجين نوقف يعني قليل نراجع مسألة إعدادنا للمنتخبات، اختيارنا للأجهزة الفنية، اختيارنا أيضا لطريقة المعسكرات. أنا عندي وجهة نظر أستاذ أحمد في موضوع
استمرارية هذا العدد الزخم من المنتخبات السنية. وجهة نظري من شقين، شق منوط يناط به اتحاد كرة القدم، وشق الثاني مناط باتحاد كرة القدم إضافة إلى 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 وزارة الشباب والرياضة، أيضا الدولة كمان وزارة متمثلة بوزارة الشباب والرياضة. بالنسبة لاتحاد كرة القدم لازم نعيد نكرر تجربة المنتخب الإماراتي حيث ما بدأ في فريق الناشئين وصعده إلى الفريق الشباب، صعده إلى الفريق مع المدرب الأولمبي وحقق معه نجاحات باهرة. احنا لا توجد عندنا أي إشكالية أننا نحتفظ في عدد محدود من هذه المواهب الصغيرة، نأهلها على مراحل 3 و4 سنين، هذا فيما يخص اتحاد كرة القدم. الآن في من يطرح يعني ضم حسن الكوماني لاعب منتخب الناشئين للمنتخب الأول، ليش لا؟ وايضا احمد ماهر للمنتخب الاول، هل في استعداد؟ ماهر اوتوماتيكيا موجود في احتمال يلعب اليوم كمان في مباراه فلسطين، هو مصاب تقريبا كان، لا هو اليوم هو ضمن التشكيله اضافوه. في معي الشق الثاني هو المناط بالدوله المتمثله في وزاره الشباب والرياضه. يعني انا للان استغرب انه لماذا هذه البيروقراطيه القديمه في موضوع الاهتمام في الرياضه، لماذا لا تشكل اكاديميات على مستوى المحافظات؟ هل صعب ان احنا نوفر في كل محافظه اكاديميه رياضيه تهتم في هذا اللاعب الصغير بالمراحل السنيه؟ كلنا نلاحظ في منتخب الامل كان منتخب يعني يقارع عند افضل المنتخبات في العالم، نعم. لكن بعد التصفيات انتهى، بعد النهائيات يعني بعد التصفيات بعد كاس العالم انتهى. هذه مهمه هذه الاكاديميات ان تستمر في التاهيل، تستمر على محافظات في ما عندنا مواهب بس امكانياتهم الماديه صعبة جدا يا استاذ احمد، تنتهي ما بين هذه المراحل السنية يعني تتألق يهتموا فيها في خلال شهور، وانتهت البطولة وانتهت سبيت، انتهى الاهتمام، ينتهي اللعبة اوتوماتيكيا، لانه فين يروح بعد البطولة هذه؟ خاصة في الاوضاع الحالية الموجودة في البلد. نوفر حتى على مستوى المحافظات الكبيرة اكاديميات، وده الموضوع باهتمام الوزارة بالتنسيق برضه مع وزارة التربية والتعليم. تنسيق كله تنسيق، دي دولة ممكن تنسق مع بعض وتستفيد الأجيال كلها بشكل سلس ومنهي. أخطأنا في عام 2004 حين تم تصعيد منتخب الأمل مباشرة للمنتخب الأول دون التدرج في المراحل اللي تقول عليها أنت، منتخب شباب ثم منتخب أولمبي ثم منتخب وطني، مع احترام وجهة النظر اللي تقول أنه اللي عنده موهبة طاغية وتكوينه البدني يسمح له انه يلعب في المنتخب الاول، ليش لا؟ يعني ميسي لعب وهو 17 و18، ما ممكن. أيه. نحن مشكلتنا استاذ احمد، نحن ممكن نبدا التجربه وممكن نخطا وممكن نفشل، نعم، لكن ممكن نستمر نساعدهم انهم ينجحوا، هو الفاشل لابد ما يفشل وينجح، محتاجين انه ندفعهم حتى لو نفذنا التجربه دي وتعرقلت في المراحل، مش مشكله يستمروا ياهلهم تاهيل كامل. ايضا معي على الهاتف الدكتور ايهاب النزيلي نجم المنتخب الوطني السابق. كابتن ايهاب مساء الخير. مساء النور والعافيه استاذ احمد، ومسي عليك وعلى المشاهدين الكرام يا حبيبي. ضيفي طبعا الكابتن باسل عثمان نجم التلال سابقا. كابتن ايهاب، كيف يمكن الحفاظ على هذه المواهب الكرويه، ولماذا هناك بون شاسع بين مستوى المنتخب الوطني الاول والمنتخبات السنيه اليمنيه؟ أولاً أحب أمسي على الكابتن باسل زميل الرياضة والكرة، وأمسي عليك وعلى مشاهدي الكرام في الحديث. بالنسبة لما تفضلت وطرحته من تتبع سيرة كرة القدم اليمنية ويخص بالذكر عن 2002 وتأهلنا في 2003 كأس العالم 2003، حيشاهد إنه الهالة الإعلامية دكتور إيهاب. عموما نستكمل الحوار مع كابتن باسل حتى يعود الاتصال مع الكابتن إيهاب. طرقنا الموضوع، يعني عندنا آلية اكتشاف المواهب لسه مش مكتملة، تعرف انه احيانا اختيار المنتخبات بيتم بقليل من الواسطة وقليل من ضيق الوقت، ضغط الوقت امام المدربين، يطلب من مدربين المحافظات ترشيح بعض أسماء ويعمل تجمع في يوم يومين ويقرر يختار مين ويترك مين، هذا بتظلم أيضا يعني مواهب كثيرة. ليس واسطة بمعناها المفهوم الكامل، إنما الواسطة تتكمن في ماذا؟ تتكمن أنه تكمن العرض، تكمن يعني يعرضوا بعض المواهب الذي يعني هم يريدوا أن يعرضوها. ايه. المشكلة أنه في مواهب كثير
تغيب على هذه المشاركات. الكابتن إيهاب تفضل. إيهاب النجيري. أيوة أخي العزيز. تفضل. الله يخليك. المتتبع لكرة الكرة القدم اليمنية وخص بالذكر الفئات السنية من فترة عام 2002 وحتى يومنا هذا، لاحظ أنه حدث هام وجلي. تأهل منتخبنا ناشئين لكأس العالم في فنلندا 2003، ومن ذلك الحين وحتى يومنا هذا نلاحظ اهتمام واسع في الأسر والوالدين وأولياء الأمور في لاعب كرة القدم. لم يحدث نقطة مهمة ذكرتها كابتن إيهاب، صحيح. نقطة مهمة هذه. نقطة. النقطة الثانية، اللاعب اليمني مولود بالفكرة مهارة الكرة، لا يحتاج إلى تدخل خارجي، لا يحتاج إلى دورات، لا يحتاج إلى مدربين. لذلك الرينفورسمنت، التعزيز اللي حدث من المكافآت، رفعت منسوب الحافز لدى اللاعب اليمني. ونلاحظ الآن أن اللاعب اليمني بدون ملاعب بدون مباريات يتأهل إلى نهائيات آسيا في كل، أعتقد في كل ثلاث أربع مرات يتأهل مرتين ثلاث. هذه نقطة. البون الشاسع في منتخبات فنية كبيرة الأولمبي والوطني، هنا يحدث الفارق. لأنه اللاعب اليمني للأسف الشديد في عمر 18 سنة تبدأ المؤثرات الخارجية تأثر عليه. تعرف المحيط اليمني والبيئة اليمنية اللي تحدث، الظروف الاجتماعية المحيطة باللاعب، التجارة، برضو ثقافة اللاعب. هنا يتدخل عدد المباريات اللي يلعبها الدوري اليمني، ما يسمح، ما يعطي اشتكاك اللاعب اليمني. وأضرب لك مثال على ذلك، أزيدك من الشعر بيتين، أنه عندما أعلنت قطر سمح للاعب اليمني كمواطن يلعب في الدوري القطري، وجدنا لاعبين تحرروا من الخوف، وجدنا لاعبين احتكم على لاعبين كبار ادى ذاتيتهن الى نهائيات اسيا. فريقا منتخباتنا الكبار، منتخبنا الكبير يحتاج الى خطط، الى برامج، الى دوري قوي، يحتاج الى اداره، الى احتراف، الى معامله صادقه، يحتاج الى توجه حكومي، وايضا يحتاج لابناء اللعبه يكونوا حوالين هذا المنتخبات. يعني احيانا العنصر الاداري، اداره احترافيه، يعني اهنيك فعلا اتفق معك. يعني انت اللاعب ده الحين تعرف انه هذا اللاعب لما يلعب مباراه مثلا وعنده يعني حذاء مش مناسب للامطار، مساله فنيه مثلا، تعرف انه اللاعب هذا محتاج لتغذيه معينه في المباراه هذه، محتاج الى حمل معين، فبالتالي الإداري يستوعب هذه المسائل لما يكون لاعب منتخب سابق. إداري رياضي يحس باللاعب، فعلا أتفق معك، نحتاج إلى إداري رياضي يحس بشعور اللاعب، يفكر بشعور اللاعب. أتفق معك. كابتن إيهاب النزيلي أو الدكتور إيهاب النزيلي، كنت معنا من الرياض، شكرا لك. مداخلة هامة للكابتن إيهاب، تحدث أنا أنه فلسفة الأسر اليمنية حتى تغيرت الآن في التعامل مع كرة القدم، أصبحت اللعبة مصدر رزق الآن لكثير من الأسر، يعني بعد التكريمات هذه والتحول الكبير في حياة اللاعبين، والاهتمام أيضا بيزيد من معظم الأسر بعد التصفيات هذه اللي تأهلنا فيها. وهذه بادرة إيجابية، يعني مفروض جانب الدولة يستغل هذه الطفرة اللي موجودة في الوقت الحالي. ونتمنى نحن يعني صح نلتمس لهم العذر في كثير من الامور، لكن غيابهم موجود من قبل حتى الاوضاع الصعبه هذه. اتمنى انهم يعني يشدوا الهمة في مساله الرياضه، تعاطي الدوله بقصور شديد لمساله الرياضه، يعني بقصور يعني غير مستحب بامانه. لكن الفرصه امامهم الان، انهم ممكن على فكره يستفيدوا الان من المنظمات الدوليه. اي منظمه دوليه اللي يطرحوا مشاريع مدروسه ومجدوله تحت دراسه جدوى واضحه، ممكن تتبناها منظمات دوليه كثير. بس يتحركوا في الموضوع. كابتن باسل، الانجازات بتتحقق مع مدربين وطنيين في الفئه السنيه. كنا ندفع مبالغ مهوله للمدربين اجانب، وكنا نفشل باستثناء ربما تجربة سكوب ورابح سعدان. انت كلاعب ونجم سابق في كرة القدم اليمنية، هل تؤيد مسألة التعاقد مع مدربين اجانب خاصة في الفئة العمرية لوطنيين ام لمدربين اجانب؟ البعض بيقول لا، المدرب الاجنبي عنده فكرة بيضيفه للاعب، يعني بيعلمه اساسيات مهمة غايبة عنه. بدأت فيما يخص الفئات العمرية، لا أنصح بوجود المدرب الأجنبي. أولا اللاعب اليمني موهوب بالفطرة كما قال الدكتور نزيلي، محتاجين المدرب يحرك ويستخرج هذه الدوافع من اللاعب. اليمني
مثل ما انا اكرر دائما لاعب حماسي لا يستطيع اي مدرب اجنبي ان يحرك الحماس من اللاعب اليمني. كيف يستطيع ان يحرك الحماسه؟ هو مجرد القاء وتحميس، وهذه الميزه يمتاز فيها المدرب الوطني الاجنبي، يعني استخراج. ممكن الاتحاد يعمل زماله للمدربين الفئات العمريه مع مدربين اجانب من حيث الجرعات التدريبيه فقط لا غير، اما في اسناد المهمه تبقى للمدرب الوطني، وهذا ما اثبتته التجربه في الوضع الحالي. عموما كنا قد طرحنا تساؤل تفاعلي على السادة المشاهدين في ضوء المردود الطيب للمنتخبات السنية في تصفيات آسيا، لماذا لا تظهر هذه المواهب بذات القوة في المنتخب الوطني الأول؟ سنتابع تعليقات المشاهدين ثم نعود لاستكمال بقية هذا الحوار. كابتن باسل، كيف نعد منتخب الناشئين والشباب لنهائيات كأس آسيا؟ الآن التصفيات التمهيدية خرجنا منها، المطلوب بعض الناس يقول لك الوقت طويل، ما زال العام المقبل ربما في شهر أكتوبر بعيد، وبالتالي اللاعبين يدخلوا في بيات شتوي والأجهزة الفنية، وتعرف أنه ظروفنا الاجتماعية وبعض الظواهر السلبية مثل تعاطي القات وبالتالي نذهب لكأس آسيا مش بجاهزية فنية ممتازة. هذا اللي تكلمنا عليه يجب الاستمرارية والمحافظة على ولو مباراة ودية كل شهرين كل ثلاثة شهور كل في نحن طبعا لا ننكر وضعنا وضع البلد الموجود، بس نحن كلنا على علم انه في هناك دول عندها الرغبة انها تتعاون مع المنتخب اليمني ومع المنتخبات اليمنية بشكل عام، وايضا اصبحنا رقم في اسيا، اصبحنا رقم مطلوب، يعني بالتالي ممكن نلعب يعني مباريات ودية مع منتخبات تطلبنا هي. اكيد انا كنت يعني افتكر مع تجربتي مع المنتخب انه كان نلعب مباريات حتى لا توجد اي شركة ناقلة للمباريات، واحنا نتمنى كان وجود ان تنقل المباريات للجماهير. الان اكثر من شركة تطالب بنقل مبارياتك، وهذا نجاح لك. وهذه تقدر تمدك انك تستمر مع المنتخب وتقدم له يد العطاء. كابتن باسل، كلمه اخيره توجهها للكابتن النفيعي والكابتن امين وايضا الجمهور اللي كان يعني ملح هذه التصفيات، سواء
بمساندة منتخب الناشئين أو منتخب الشباب، ونوجه له التحية. يعني كل الخليجيين مندهشين من التفاعل الكبير للجمهور اليمني مع المنتخبات اليمنية، الفزعة اليمنية. أولا نشكر الكابتن النفيعي وجهازه الفني والكابتن البعداني والكابتن أمين السنيني وجميع اللاعبين الناشئين والشباب لما أفرحونا في الأوقات الصعبة هذه، ونشكر جمهورنا على مساندته المعتادة والدائمة. بس يعني لي ملاحظة صغيرة بس على الجماهير في وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مندفعين شوية، مش مندفعين، يبعدون من التقسيم اللاعبين، فئة تشجع اللاعب الفلاني، فئة نشكل اللحمان بداية من الجماهير انهم يساندوا المنتخب ككل كمجموعة. وليس لاعب معين. هذه الضغوط اللي تجي على اللاعبين بحد ذاتهم عانينا منها في منتخب الشباب. لاحظنا في بعض اللاعبين يحبوا يبرزوا مهاراتهم بشكل فردي، وهذه بتنعكس سلبا على الأداء. عموما نتابع فرحة الجماهير اليمنية عقب مباراة منتخبنا الوطني للشباب مع قطر. حدث جدل كبير بعد حالة اللاعب محمد طارق، البعض كبر من الموضوع وننسحب من كأس الخليج وفي وسائل التواصل الاجتماعي، والموضوع حالة فردية. يعني حالة فردية ولاعب صغير في السن، يعني ممكن نسقط حكاية أحمد الصادق، يعني ما أخذتش هذا الجدل الكبير يعني. هنا لاعب صغير في السن، ونحن لا ننكر دور قطر مع منتخباتنا ومعروفها مع منتخباتنا، وهذه تصرف فردي لا ينعكس على دولة، ومجرد لاعب صغير يعني، وأكيد ندم على تصرفه. وهو يعني سلوك مرفوض، يعني أكيد مرفوض. وأنا أطالب الاتحاد القطري يعني الاتحاد زي ما أن يفرض على اللاعب عقوبات لأنه خرج عن الروح الرياضية، زي ما اتخذ الاتحاد الأسيوي، زي ما اتخذ عقوبة على أحمد صادق. طبعاً السلوك الذي تم من أحمد صادق لم يشاهده الحكم، لكن تمت اتخذ العقوبة من لجنة الانضباط. كابتن باسل عثمان، كنت ضيفي في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك، شكرا لمجهودك أنك جيت من مدينة المنصورة إلى القاهرة لهذه الحلقة. المشاهدون الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مرة أخرى. مع النتائج الجيدة لمنتخباتنا الوطنية مؤخرا، كان هناك تفاعل كبير من عامة الناس، وأيضا كان للفن كلمتي في هذا التعبير عن احتفاء الناس بتأهل منتخبات الناشئين والشباب لكأس آسيا. الزميل أحمد حجاوي عمل مكس جميل لهذه الأغاني، نتابع.
المشاهدون الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة، حلقة جديدة الأسبوع المقبل. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.